ونحن الان انتبهوا اللي شيء احنا تونس قاعدين نجرب في شيء كل العرب ينظروا اليه بكثير من الدهشه ومن الاحترام، انه فعلا اليوم هذه فيها شعب مواطنين وفيها رئيس مواطن، وهذا هو الشيء اللي لازم نوصلوه. لازمناش نرجعوا بالتوالي لما يسمونه هيبه الدوله اللي يعني الصوت والتعذيب والترهيب والكلام. ما لازمناش نرجع للرئيس اللي خايف من شعبه، الرئيس اللي ما ينجمش يخرج ما ينجمش في ايده للناس. على خاطر الاستقرار الحقيقي، الاستقرار اللي نجموا نبنوا عليه جميعا هو هذه المحبه ما بين الدوله والشعب. دوله ما تخافش من شعبها وشعب ما يخافش من دولته. هذا هو الشيء اللي باش يحقق الاستقرار اللي احنا حاجتنا به. انا نحب نقول لكم اللي راهم كل شيء، راهم كل المآسي، راهم كل المخاوف. الى حد الان الحمد لله، الى حد الان الفترة الانتقالية تعدت بحكمة وتعدت بهدوء، ما دفعناش ثمنها كما دفعها الشعوب الأخرى. والحمد لله رغم ما يقال كتبنا الدستور وعملنا الهيئة الدستورية ورجعنا للشعب، والشعب قال كلمته وأنا أحترمه ما قاله الشعب أيا كانت كلمته سواء في الانتخابات أو فيما بعدها. بعد إن شاء الله أنا أعدكم أنه يعني استشهاد أبطالنا في الجيش الأمن شهدائنا لن يذهب هباء منثورا، انه باش نتقدموا باش نواصل القدم. انا اعدكم لانه بعد ما تنتهي هذه المرحله الانتقاليه السياسيه الصعيبه اللي ضحيتوا فيها برشا وصبرتوا فيها برشا، نعرف يعني كميات التضحيات وكميات الصبر. هالصبر هذا والتضحيات هذا ما باش نمشيو هباء منثورا. احنا اليوم بنينا الاسس بتاع الدوله الجديده، بتاع نظام جديد. ان شاء الله بعد ما يعني الشعب يعطيني ثقته وندخل في المرحله الثانيه اللي هي مرحله البناء والتشييد. انا الخمس سنوات المقبله لن تكون الا سنوات البناء والتشييد. يزينا من المعارك السياسيه هاك شفعنا بها، يزينا من الخلافات السياسيه. المهم هو انه بعد الحكومه ورئيس الجمهوريه ان شاء الله يكونوا يعني من مشارب مختلفة في إطار توزيع وتوازن السلطات اللي هو ضرورة للحياة الديمقراطية. نخدموا جميع ونبنيوها البلاد هذه ونرجع لكم هنا في يوم سعيد. شعب جميل، 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 شعب جميل،